هاي مين بقى من اللعيبه اللي بتحبك قوي وانت اصحابهم قوي؟ كابتن مجدي قفشه. انا بشوف معاك فيديوهات كتير مع مجدي قفشه كتير. وكابتن محمد شريف. محمد شريف دول اكتر ناس. وحسام حسن. واحمد عبد القادر. دول حبايبي. هم عندهم ماتش يوم الجمعه الساعه 6 كان تمام. ما فيش اي مشكله. كهرباء انت نسيت كهرباء. بص الصوره اهي كهرباء معاك وانت بتودعه في المطار. بص عامل الموتور. الموتور بتاعي. انا عارف انت بتحب كهرباء وكهرباء بيحبك قوي. بص يعني يا رب يرجع السلامه ورب يرجع فيتشو جديد يبقى ان شاء الله. عايزه يرجع الاهلي تاني. ما هو عايز يرجع فعلا. هو عايز يرجع قال لك؟ لعبت الاهلي. عاوزين كهرباء يرجع تاني الاهلي عشان يلعب افريقيا. يلعب افريقيا ويلعب دوري. يعني انت شايف ان لعيبه النادي الاهلي نفسهم كهرباء يرجع؟ ان شاء الله. قالوا لك يعني؟ هم قالوا لي والنبي يا كابتن محمد والنبي عايزين كهرباء. عايزين كهرباء يجي. ان شاء الله يجي. وانت بتخلص الصفقات دي كلها؟ انا متوقع 500 يجي ان شاء الله. وانت اللي بتخلص الصفقات دي كلها؟ احمد حجاجي. كابتن محمد جاي نجم الاهلي نفسه بيرجع. هو النبي بتاع الاهلي. نفسك حاجه حجاجي بيته الاهلي. نفسك حاجه يرجع الاهلي تاني؟ ان شاء الله. نفسك تشوف الاهلي تاني؟ والله الحمد لله لعبت الاهلي كلها. بتتواصل معاه؟ انا متواصل عن اللعيبه دي. يعني اللعيبه دي عنده تكات. طيب الشهره.